رأي يوسف مساحة في أعمال رمضان. في أعمال رمضان شوف إن كانت هناك أعمال أصلا وهذا السر. كاين أنا جوج الحاجات اللي كنتفرج فيهم وتفرجت فيهم في رمضان. للعمل الأول هو أمدو كان حي القائمين عليه والمخرج والمؤلف وصاحب السيناريو والمخرج المهم المصورين في ديك العمل كامل كان حيهم بزاف 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 حيتاش واحد العمل رائع هذا كنتفرج فيه. وعمل آخر اللي شفت القصة ديالو وعجبتني ومثلت فيه حيتاش عجبني فعلا هو تقريبا المصور اللي خدام في التصوير ديال أمدو راه خدمه في التصوير ديال الأملي المهم برنامج اسمه أملي برنامج واعر وثائقي هو لا لا كيتداع كل أربعاء على القناة الأولى كيتداع كنظن في الواحدة في الواحدة القصة ديالو واعرة بزاف وملي شفت القصة وتعرض عليا أنه مثلا كانوا غيجيو لتطوان وغادي يصوروا هنا عجبتني الفكرة بزاف بزاف قلت لهم اوكي نصوروا كاينش مشكل ولكن لو كان غادي تعرض مثلا عليا شي دور في شي عمل رمضاني اللي مجرد حشو وعطي الكور وعطي العوار ما غادي نقدرش فهمتي ما غادي نرتاحش انا براسي ما غادي نرتاحش انني نكون في ذاك العمل واخا يعطوني شحال ما بغا يعطوني انا كيعجبني ندير شي حاجه وانا مآمن بها وهذه هي المشكله العمل الرمضاني راه انا كيبان لي غير كور وعطي العوار المهم انه يجيب واحد شويه ديال المشاهدات حيت غايجيب المشاهدات فهمتي اولا دير شي مسلسل فيه شلا فضائح وشلا يعني شلا مغالطه منطقيه باش انك تثير الجدل في المغرب وانت عارف ان بزاف ديال كاين واحد الوتر حساس اللي غادي يثير المغاربه ولا غادي تجيب به مشاهدات ولكن داك العمل راه غادي يبقى في التاريخ وغيبقى في الذكرى ديال المغاربه وربما الى جيتي تصلح ما أفسده ذلك المسلسل غادي تحتاج الملايين والملايين نقدر نقول أن يوسف غير راضي على الأعمال الرمضانية بواحد النسبة شو هو تقريبا كل عام كل اللهم كتلقى مثلا واحد العمل رمضان كامل هو اللي شوية اللي فيه الضوء زوين كيغطي وهادشي كان رمضان اللي فات أما فهاد رمضان ما بان لي حتى شي عمل يا لربما الكلمة قاسية شوية ولكن كيقول لك اللهم قاس أحسن من كده يوسف نعم. تحدثت عن مسلسل الشيخة وقلتي هاد العام عندنا مسلسل الشيخة العام اللي ما جينا نقدروا نشوفوا الشواذ الجنسي في القنوات المغربية يا اول حاجه الا مشات شي واحد خد هذيك الفكره ودار عليها مسلسل غادي ندير له شوها ماشي بعيد يديروها كاين شي ناس يديروها فعلا كيستناو شنو رايك هذا العجب العجاب يا مسلسل الشيخ وشوف هو دابا هذا المسلسل هذا باغي انه يحول واحد النقطة أو لواحد الشخص في المجتمع اللي هي فئة غير محببة وكيجيك يقول لك أنه الواقع لا اسمح لي رأى الواقع ديالك أنت الواقع ديالك أنت أنا رأى عمري في الحياة ديالي في الحياة العائلة ديالي ما حضرنا شي حفل شي عرس فيه شيخة خصوصا هنا أنا كنهضر بعد على الشامل وفي الحياة ديالي كاملة شي عرس أو شي حفل أو شنو ما كان ما كاين شي حاجة إحنا عندنا اسمها الشيخة فإلا قلتي لا أنت حق المورد ديالنا وهذه فرادك المورد ديالك أنت ماشي ديالي أنا ولكن مش أنك تدير عليه مسلسل كامل أخويا كان ممكن أنك تدير مسلسل على قصة ديال طفلة صغيرة كيفاش أنها من الصباح كتدوز النهار ديالها في الأطلس كيفاش كتمشي تجيب الماء كيفاش كتمشي للمدرسة أنت خلقتي واحد القصة ديال واحد الانسان مهمش في واحد الجانب من المغرب كان ممكن انك مثلا دير قصه على واحد الشاب كيفاش انه دوز الابتدائي الثانوي دوز الباك دوز الكليه ودار الماستر ديالو وهو الان عاطل عن العمل دوز الروتين اليومي ديالو شنو كيدير دير القصه ديالو يعني انت غادي دير الواقع ديال الاف الشباب في المغرب انا في ظرف دقيقه عطيتك جوج ديال القصص فما بالك جوج ديال القصص انت كان عندك العام كامل العام كامل اخترتي انك تدير مسلسل على راقصة انا في ظرف دقيقة عطيتك جوج ديال القصص انت كان عندك العام كامل وخرجتي انك تعطينا مسلسل ديال الشيخة ديال الراقصة رقاصة فهنا كيكون الفرق في الافكار الفرق في الثقافة الفرق في الوعي وردت الفعل ديال الناس كنظن انها ايجابية
ردة فعل صحية. المشكل انه ماشي غير في المغرب، في بزاف ديال الدول راغي ما صار كل عام كيوقع لهم مشكل، ولكن راه كينوض لهم بالصباط كيوقفوا لهم في الحلق. خرجوا بعض الممثلين من نفس المسلسل قالوا ان مسلسلنا ناجح والدليل هو الارقام التي يحققها على اليوتيوب. عمرو كان الارقام يدلون على تحقيق النجاح، راه روتيني اليومي يحقق ملايين المشاهدات. وشنو اذا نقدروا نقارنوا ان داك المسلسل ديال الشيخات وروتيني اليومي في نفس الكفه، فقط يحتش عندهم مشاهدات. وعادي جدا راه مجرد انك غادي تطرح الا كنتي درتي موضوع على البورنوغرافيا راه كنتي غادي تحقق ملايين المشاهدات. واش ما عارفش باللي ان المواقع الاباحيه من اكثر المواقع زياره في العالم في الوطن العربي، فهذا يدل على انها ناجحه. ربما في الميدان ديالها هي ناجحه. يوسف، واش سمعتي مقبل معلومه ان الافلام الاباحيه كتشاف في رمضان اكثر؟ نعم، الافلام الاباحيه فعلا كترنكاب بشكل كبير في رمضان، وربما هذا فيه شلة حاجات. اول حاجه، فاذا كانوا المسلسلات غادي تقاسوا بالمشاهدات، النجاح ديالهم بالمشاهدات، فهذاك يعني انه غادي تقاسوا النجاح غادي يتقاس هو بالافلام الاباحيه، حتى السيارة عندها مشاهدات كبيره. ولكن في نفس الوقت هو شوف، خاص الانسان شويه يكون صريح مع نفسه في كلتا الجانبين. فانت كيفاش غادي تهاجم واحد المسلسل اللي كيهضر على الشيخه وفي نفس الوقت ربما انت في وقت اخر كتمشي تتفرج فيلم اباحي؟ وهذا الشيء راه يعني الواقع هو اللي كيقولوا ماشي. ولكن لربما النقطه اللي غادي نختلفوا فيها هي ان داك اللي كيسي كيمشي وكيتفرج فيلم اباحي كيتفرجوا في مكان خاص لوحده مع راسه راسه، ما كيشوفوا حتى واحد الا رب العالمين. ولكن يعني ما كتعرضش في التلفازه، ولكن المسلسل ديال الرقاصه راه غادي يتعرض امام ملايين الناس، وفي وقت ما عرفتش في اين وقت كيتعرض، واش مورا الفطور ولا كيتعرض في التلفازه وكيتفرض على الناس انهم يشوفوه. فكاين واحد الفرق بين هادي وبين هادي، وهذا الشيء اللي كنظن. والنجاح ما كيتقاسش يعني بالمشاهدات. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.